اعتصام هيئة التنسيق النقابية ينتقل إلى مرفأ بيروت والزيتون باي، تقرير لهيثم خود. لأن 2000 مليار ليرة تهدر سنويا عن طريق المرفأ وتتبخر بعيدا عن خزينة الدولة، ولأن هذا المبلغ كفيل وحده بتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي طال انتظارها، احتشد المئات من الأساتذة والموظفين في القطاع العام أمام مرفأ بيروت رافعين شعاراتهم المنددة بالفساد والهدر والمطالبة بإحالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب. تهب وهبة رجل واحد، هي اللحظة التاريخية المناسبة لحتى تساهموا ببناء إدارة نظيفة، إدارة صالحة، إدارة خالية من الفساد، إدارة بدها تحارب الفساد. هذه الإدارة اللي بدها تضرب عقيد كل واحد بده يتهرب من دفع الضرائب والرسوم للخزينة، اللي بدها تمنع التهريب وبدها تحاول السيطرة على الأملاك البحرية والنهرية. من المرفأ توجهوا سيرا على الأقدام إلى منتجع الزيتون باي، لأن ليس باستطاعتهم العيش على الخبز والزيتون بعد اليوم، فالتعديات على الأملاك البحرية تكلف خزينة الدولة 3000 مليار ليرة، كما يقول حنا غريب الذي اتهم حيتان المال والاقتصاد بالسرقة والفساد، محذرا من عدم بت السلسلة في جلسة 21 من الجاري. من الزيتون باي منقدر نمول السلسلة لموظفي الدولة، منقدر ننصف المتقاعدين، نقدر ننصف المتعاقدين، نقدر ننصف الأجراء، لكن نقدر ننصف الفقراء بهالبلد. هذا البلد البحر، واجهة البحر لفقراء البلد. عملوا تسوية على الأملاك البحرية، افرضوا غرامات على الأملاك البحرية بتمولوا 10 سلاسل. حاجي بقى تتحججوا، مش حنمولها على حساب المتعاقدين، مش حنمولها على حساب أصحاب الدخل المحدود والفقراء. وكانت هيئة التنسيق قامت بعدد من الاعتصامات وقطعت طريق صوفر للمطالبة بإحالة السلسلة إلى مجلس النواب. وفي طرابلس لم يكن المشهد مختلفا، حيث اعتصم العشرات أمام مبنى السرايا وقطعوا الطريق مرددين شعارات مناهضة للحكومة والهيئات الاقتصادية.